بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين الأعزاء أينما كنتم، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم مع الحدث، أحداث جديدة في المشهد السياسي نلقي عليها الضوء في هذه الحلقة. أهم المحاور التي سوف نتناولها في هذه الحلقة هي التداعيات مقتل الجنود السودانيين في أثيوبيا والسيناريوهات المتوقعة. كذلك نناقش في هذه الحلقة، السودان يدعو لضرورة الوصول إلى تفاهمات مشتركة اتجاه سد النهضة. وكذلك نناقش في هذه الحلقة 30 يونيو ما بين الاستعدادات الرسمية وتصعيد الشارع. مشاهدين الأعزاء، للحديث حول محاور حلقتنا لهذه الليلة يسعدني يشرفني يكون معي ضيفي عبر الاتصال الهاتفي المحلل السياسي الأستاذ محمد عمر. مرحب بك أستاذ محمد. مرحب بك أستاذ عاصم، والتحية عبرك للسادة المشاهدين الكرام. نعم، إذا مشاهدين الأعزاء، في تطورات مفاجئة بالأمس، مقتل 7 جنود سودانيين وأسير أيضا سوداني لدى القوات الأثيوبية على الحدود السودانية الأثيوبية. أتت هذه الأحداث نتيجة لتوترات عديدة شهدتها المنطقة الحدودية ما بين السودان والجارة أثيوبيا في الشهور الماضية. على أثرها كان هناك أيضا خسائر في الأرواح في المرات السابقة، وتحدثنا مرارا حول هذه الأزمة التي طال أمدها في الحدود الشرقية ما بين السودان وأثيوبيا. بالأمس الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة في بيان للقوات المسلحة أعلن عن مقتل 7 جنود سودانيين وأسير سوداني. بجانبه رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان توجه إلى المناطق الحدودية للسودان مع أثيوبيا الفشقة تحديدا، والتقى بالعديد من قادة قوات المسلحة هناك والجنود وجنود الصف، وحياهم على دورهم الكبير الذي يبذلونه من أجل حماية الوطن. أيضا من جوانب أخرى، منظمات سياسية وأحزاب سياسية ومنظمات مدنية وجهات عديدة في السودان أدانت هذا الحادث المستنكر من الجارة أثيوبيا، وأكدت دعمها الكامل للقوات المسلحة في هذه المهمة التي تقوم بها القوات المسلحة حماية للحدود السودانية. أستاذ محمد عمر، بداية هذا الخبر كان مؤلم بالأمس، فقدان أرواح من الجنود السودانيين، نسأل الله لهم الرحمة والمغفرة في الحدود الأثيوبية. تكرر هذا المشهد كثيرا، تعليقك على هذا الخبر أولا. أولا خالص التعازي لأهالي الشهداء المذكور بهم، وخالص التعازي كذلك لرفاقه في القوات المسلحة السودانية بما فيهم من قيادات من ضباط وضباط صف وجنود وهيئة القيادة بالقوات المسلحة السودانية. ما يمكن أن يقال بهذه الحادثة أنها ليست عملية إعدام كما يصفها الإعلاميين ورجال الصحافة في هذا الخبر، وإنما هي عملية تصفية جسدية لهؤلاء الأسرى الذين كان يجب أن تطبق عليهم أحكام والتعامل وفق الاتفاقية الجنيف لأسرى الحرب، وليس عبر الإعدام. يتم عبر عملية محاكمة طويلة، يتم في عملية هذه المحاكمة إثبات الجرم في الجريمة المرتكبة من قبل المتهمين في عملية عدلية كاملة فيها دفوعات وغيره من الإجراءات العدلية. ولكن ما تم بحق الجنود السودانيين وبحق المواطن السوداني هو عملية تصفية جسدية صاحبتها للأسف الشديد عملية تشويه وتمثيل بالجسامين، مما يجعل في عملية بربرية لا ترقى إلى السلوك الإنساني بأي طريق بأي صلة، ولا ترقى إلى العلاقات الجوار وحسن التعامل مع مواطني الدول المجاورة. ولكن
هذه البربرية من التعامل من قبل أجهزة الجيش الإثيوبي توضح وبجلاء أن ما يمكن أن يحدث إذا مكن هذا الجيش من الحدود السودانية أو إذا دخل إلى الحدود السودانية. فهذه عينة من التصرفات الغير منضبطة التي يتمتع بها هذا الجيش، وبالتالي تنسحب هذه التصرفات حتى تشمل القيادات السياسية لدولة إثيوبيا المجاورة. نعم أستاذ محمد، لو تحدثنا عن هذه المنطقة الحدودية، الشريط الحدودي ما بين السودان وأثيوبيا، هناك اتفاقيات دولية أبرمت في هذا الجانب في العام 1902 وفي العام 1903، وكان هناك أيضا اتفاقية أو حل لهذه الأزمة في العام 1972، وتم الاتفاق على ترسيم الحدود في تلك الحقب التاريخية ما بين البلدين. لماذا تصر أثيوبيا على أنها لديها حق في بعض الأراضي السودانية على شريط الحدود رغم الاتفاقات الدولية؟ أو لماذا لا تلجأ للمجتمع الدولي لكي إذا كان لديها حق تطالب به؟ يعني الإشكالية هي إشكالية مختصة بالداخل السوداني وليس بطريقة التعامل مع أثيوبيا، لأن العام 1902 كان السودان تحت الحكم الاحتلالي، وفي العام 1972 كذلك كان تحت حكم الدكتاتور نيميري. هذه الطريقة في التعاطي مع الأزمة في أثيوبيا دائما كانت السبب فيها هو ضعف الموقف الداخلي للسودان. والآن في ظل هذا الانقلاب، الضعف الداخلي للموقف السوداني هو ما يجعل الأثيوبيين طامعين في الأراضي السودانية. والآن أحسنت القيادة العسكرية، وإذا كانت هذه هي الحسنة الوحيدة التي يمكن أن نقول عليها، أنها أحسنت التصرف في الانفتاح على كامل الحدود السودانية ليجعل المتضرر هو من يلجأ إلى المؤسسات الدولية. ولكن في السابق كان السودان دائما يراهن على عقلانية ما يمكن أن نصل إليه، عقلانية الجانب الأثيوبي للوصول إلى اتفاق. ولكن طالما أن الجانب الأثيوبي لا يرتضي أي اتفاق، وطالما أنه في العام 1902 1903 و 1972 قد أقر بسودانية الأراضي ولكن لم تضع، وحتى بسودانية الحدود، ولكن ظل السودان يتقاصر عن وتتهرب الحكومات الأثيوبية المتعاقبة في وضع النقاط الحدودية وهي العلامات. هذه المراحل في التعاطي مع الأزمة جعلت الأثيوبيين طامعين إلى حد كبير في الأراضي السودانية، لأن طبيعة الأراضي السودانية المحاذية لحدودهم هي أراضي سهلية قابلة للزراعة ويتم زراعتها باستمرار. وتظل دائما مناطق للخروج عن السيطرة الحكومية من الجانب السوداني لانعدام البنية التحتية تارة، و للموقف من العلاقات الأثيوبية تارة أخرى. إذا هنالك سببين، سبب متعلق بالداخل السوداني وضعف البنية التحتية، وجانب آخر بطبيعة العلاقات، يعني اللحظة التي تكون فيها العلاقات في مستوى أفضل مع الجانب الأثيوبي يتم السماح للمزارعين الأثيوبيين بالتوغل داخل الحدود السودانية واستئجار أراضي في مراحل ما من المزارعين السودانيين وزراعتها. لكن عندما تتوتر العلاقات يتم العدوان الأثيوبي على المزارعين السودانيين ومن ثم زراعتهم للأراضي بقوة سلاح وحمايتها من قبل ميليشيات الجيش الأثيوبي. نعم. الموقف في العام 1996 تم توغل في ظل حكم المخلوع عمر البشير، تم توغل واسع من قبل الميليشيات الأثيوبية داخل الأراضي السودانية وطرد المزارعين السودانيين من أراضيهم وغراهم. ولكن لأن النظام الداخلي في ذلك الوقت في السودان كان نظاما ديكتاتوريا قمعيا على الداخل ولكنه متساهل مع الخارج، لذلك لا يتم دعم المعارضة السودانية من قبل الأثيوبيين في ذلك الوقت، تناسوا واستقاضوا عن هذه النقطة. لذلك تظل العلاقات الأثيوبية السودانية في المجمل هي مرتبطة بعاملين، هي عامل العلاقات مع السودان
وعامل الوضع الداخلي في السودان. نعم أستاذ محمد، يعني يمكن كان هناك وسائط الإعلام السودانية المختلفة بالأمس جميعها أدانت هذه الحادثة التي حدثت في الحدود الشرقية، الأحزاب السياسية، منظمات المجتمع المدني، الشعب السوداني يمكن كان استنكر ما حدث في الحدود الشمالية، أيضا البرهان زار الفشقة بالأمس، وكان هناك حديث من البرهان بأنه إذا اضطر الأمر يمكن أن يتم التعامل ميدانيا في هذا الملف تحديدا، وهو ما اعتبره الكثيرين تصعيد للأزمة في هذه الظروف التي يعيشها البلدين، نشوب حرب ما بين الجانبين في الحدود الشرقية. تعليقك لتداعيات هذه الحادثة. هذا الموقف الذي يتخذه رأس القوات المسلحة السودانية هو موقف وطني، وكذلك المواقف التي تبنتها كافة القوى السياسية السودانية والمنظمات المدنية السودانية كذلك. هذا موقف وطني لا مساومة فيه، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يقف أي سوداني ينتمي إلى الشعب السوداني في موقف الحياد تجاه هذه القضية، لأن هذه القضية تمس بحد كبير قضية الأمن القومي السوداني وبقاء السودان وبقاء الشعب السوداني في الرقعة من الأرض المسمى السودان. أي تهاون في هذا الموقف سيجعل الموقف الوطني وبقاءنا على هذه الأرض هو محل شك، والأرض التي لا ترويها بدمائك لن تعيش فيها بسلام. لذلك أرى أن موقف الفريق البرهان هو موقف محترم في التعامل مع هذه الأزمة، وإن كان هنالك كثير من الأشياء التي يمكن أن نقولها فيما يختص بالتعامل مع الأزمة الداخلية. وفي هذه السالحة يمكننا أن نسجل صوت لوم كبير إلى مساعده الإعلامي أبو هاجة مثلا، الذي يتكلم عن أن الوضع الداخلي وزعزع والمظاهرات التي تقوم في 30 يونيو هي والعدوان على الحدود من أثيوبيا تنبع من مشكات واحدة. فكيف يمكن لمثل هذا الرجل أن يتهم الشباب السوداني الذي يدافع عن حقه في الحياة وحقه في البقاء على أرض السودان ومؤيد لموقف القوات المسلحة في وضع واحد مع المعتدين الخارجيين من الأثيوبيين ومن الجيش الأثيوبي وميليشياتهم؟ أعتقد أن هذا المستشار الإعلامي هو أصبح مسار عكننا للواقع السوداني بالكامل، وهو يهرف بما لا يعرف ويقول كلام لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون من رجل راشد وعاقل وينطلق من أساسيات ربما أستاذ محمد لو سمحت لي، ربما حديث سيد أبو هاجة الفريق أبو هاجة تحدث عن هذا الأمر، لأن هناك كان بعض العديد من الشائعات في الوسائط الإعلامية في وسائط التواصل الاجتماعي وما غيرها بأن ما يحدث في شرق السودان هي إثارة لهذه الملفات الهامة الحدودية، خشية ما سوف يحدث من 30 يونيو أو من تهبيط همم هؤلاء الشباب نحو الحراك الجماهيري ربما يكون كبير في السودان في 30 يونيو. كان هناك وحتى كان هناك بيانات ربما طلعت من الجانب الأثيوبي لا أعلم مدى صحتها من دقتها، حيث كان هناك حديث أنه نفت هذه الحادثة، ولكن بشكل رسمي أيضا أتى بيان وضح أكثر من الجانب الأثيوبي. لذلك كان هناك بعض التشويش في الرأي العام نتيجة ما يحدث وارتباطها بقرب موعد هذه الحادثة مع أو تزامنها مع 30 من يوليو. لا أعتقد أن هذا مبررا كافيا لرجل مسؤول يمتلك أدوات تمكنه من التحقق من الأخبار وقراءات الرأي العام واتجاهات الرأي العام وأخباره. ولكن التوكل هذا المستشار في الأمر السياسي بالرغم من أنه مستشارا إعلاميا فقط وينتمي إلى مؤسسة الجيش، الآن أصبح لكأنه هو يريد من القوات المسلحة أن تصبح حزبا سياسيا له مؤيدوه وله محبوه وله مؤيدينه وناخبيه. هذه الطريقة في التعاطي مع الأمر العام من مؤسسة من ناطق مستشار أو منتمي إلى مؤسسة الجيش يضعضع ويخرج الجيش من قلوب السودانيين. ولكن أعتقد هذا التصرف الأهوج هو يجعله إلى حد ما
يعني لم يوفق في مثل هذه التصريحات، واتمنى ان تعي القوات المسلحه ورجالات القوات المسلحه لمثل هذه الافعال الصبيانيه التي يصرح بها، التي ما فتئ كل ما اجمع السودانيين على امر ان يخرج هذا المستشار ببعض التصريحات المنافيه للواقع غير المنصفه وغير الحكيمه. نعم. أستاذ محمد، لو تحدثنا عن الجانب الدولي في هذا الملف، السودان عبر وزارة خارجيته صرح بأن سيكون هناك شكوى سترفع لمجلس الأمن حول هذه الحادثة وحول الخروقات العديدة التي تتم على الحدود الشرقية السودانية. برأيك المجتمع الدولي، أو ربما تكون هناك جهود دولية لحل هذه الأزمة ما بين الجارتين؟ الجهود الدولية لا يمكنها بأي حال من الأحوال أن تعيد إليك عرض مقتصرة، ولكن ما هي هذا هو المسار الدبلوماسي للأزمة. يجب على السودان أن ينفتح في اتجاه تثبيت الحقائق في المؤسسات الدبلوماسية الدولية، ولكن يجب على جيشه وعلى قواته المسلحة الانفتاح على كافة حدوده المعروفة وفق المواثيق الدولية، والانفتاح على هذه الحدود ووضع العلامات وحمايتها. ومن ثم إذا كان الجانب الإثيوبي هو متضرر من هذه الإجراءات، عليه اللجوء إلى الـ إلى 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 المحاكم الدولية أو إلى مجلس الأمن أو إلى أي مؤسسة دولية يمكن من خلالها حل هذا الإشكال. ولكن التوقف مثلا على الجانب الدبلوماسي فقط وعدم الانفتاح على الأراضي السودانية يمثل هوان وضعف من القوات المسلحة السودانية. ولكن طالما أن القوات المسلحة السودانية ما زالت متمسكة بالأرض، يجب على الدبلوماسيين السودانيين والمؤسسة الدبلوماسية السودانية أن تقوم بجهودها كذلك من أجل إثبات أن هذه الأراضي أراضي سودانية، وأن هذه الحدود هي داخل الحدود السودانية، وأن ما قامت به ميليشيات الجيش الأثيوبي من تصفية جسدية للجنود السودانيين والمواطن السوداني هو جريمة ترقى لجرائم الحرب، ويمكن أن يصعد الأمر إلى المحكمة العفو الدولية في لاهاي كذلك ومجلس الأمن. إذن مشاهدينا الأعزاء، كان هذا محورنا حول تداعيات مقتل الجنود السودانيين في الحدود الشرقية للبلاد. محورنا الثاني في هذه الحلقة ليس بعيد عن المحور الأول، حيث كان هناك اجتماع دوري للجنة العليا لمتابعة ملف سد النهضة. هذا الاجتماع الذي أداره وزير رئاسة مجلس الوزراء الأستاذ عثمان حسين، واستمع فيه إلى تقرير من وزير الري والموارد المائية ضوء البيت عبد الرحمن منصور. هذا التقرير الذي تحدث فيه وزير الري عن آخر تطورات ملف سد النهضة وعن الاجتماع الثلاثي الذي عقد في الإمارات حول ملف سد النهضة. هناك حديث عديدة حول هذا الملف، وأنه احتمالية يكون ما يحدث في الحدود الشرقية هو كروت ضغط أو تضييع للوقت أو كسب للوقت لمرحلة جديدة من الملء لهذا السد الذي يعني لم يتفق حوله الثلاث دول حتى الآن على صيغة مشتركة، حيث أكد السودان في هذا الاجتماع أنه يسعى إلى ضرورة لوصول صيغة تفاهمية ما بين الأطراف الثلاثة حول عملية ملء سد النهضة. بداية أستاذ محمد عبد الرحمن، أستاذ محمد عمر، في هذا الجانب ربما هناك علاقة ما بين ملف سد النهضة والإشكال الحدودي، وهناك الحديث عن أن ما يحدث في الشريط الحدودي من اقتتال بين الجانبين هو كرت أحد كروت الضغط في ملف سد النهضة، وأن هناك إشغال للرأي العام حول الملف الحدودي لكي تقوم أثيوبيا بإجراءات الملء. هذا بأي حال من الأحوال لا يمكن أن يتم الربط ما بين الملف الحدودي والملف المائي بخصوص سد النهضة، لأن الملف المائي بخصوص سد النهضة يضم كذلك مصر، والملف وقضية الحدود هي قضية حدود ما بين السودان وأثيوبيا فقط. ماذا تريد أثيوبيا من السودان مصر في ملف السد؟ هي تريد ان تقول ان طالما مثل ما قالت ان طالما ان المياه هذه المياه تنبع من السد من الاراضي الاثيوبيه،
فيجب عليها التحكم الكامل في هذا النهر والاستفادة منه بالكامل. وهذه وجهة نظر منافية لما درجت عليه الاتفاقيات الدولية. ولكن لا يمكن الضغط على السودان بملف الحدود، لأن السودان القضية بتاعته في خط النهضة هي قضية تتعلق فقط بالجانب الفني، يعني كل الجهود التي يقودها السودان. لكن لو سمحت لي أستاذ محمد، هي نعم هو الجانب الفني مهم، والسودان تحدثت دوما عن ضرورة المشاركة في الرأي الفني نحو الملء ليسد، لكن كان هناك ملء أول، كان هناك ملء ثاني، الآن أثيوبيا ذاهبة للملء الثالث، ولم يستشار السودان ولا حتى الجارة مصر في هذه الجوانب الفنية التي طالما تحدث عنها الجانب السوداني بضرورة وجود عمل فني محكم يتم التوافق عليه ما بين الأطراف الثلاثة نتيجة للأضرار التي يمكن أن تجنيها هذه البلدان من هذا السد. لذلك ظل المشهد في سد النهضة دائما في حالة من الضبابية، باعتبار أن الملأ الأول والثاني تم بدون أي توافق بين الأطراف الثالثة، والآن الوقت حان للملأ الثالث، لذلك كان الحديث وربط الملفين مع بعض. نعم صحيح، ما تقوله صحيح تماما، لكن أنا ما أتكلم عنه أن الملف الحدودي هل سيتم حكم ملف سد النهضة عبر اختراق الحدود السودانية مثلا؟ إذا لا يمكن بأي حال من الأحوال أن احتلال الأراضي السودانية أن يكون حلا لمشاكل إثيوبيا لسد النهضة. إثيوبيا تريد التوصل إلى اتفاق يثبت لها مكاسبها التي حققتها بوضع اليد، يعني كل ما حققته إثيوبيا من تقدم في هذا الملف يريد له أن يأخذ صفة قانونية. الآن إثيوبيا أقامت السد وأكملت الملك للمرحلتين السابقتين، ولكن كل هذا من دون الوصول إلى أي اتفاق ملزم إلى جميع الأطراف، مما يجعل موضوع السد بالكامل هو موضوع أزمة قابل في أي وقت من الأوقات إلى الاشتعال وإلى إلى إلى حدوث أزمة حقيقية فيه. ولكن إثيوبيا تريد التوصل إلى اتفاقيات حقيقية تحفظ لها ما حققته من تقدم في هذا الملف، وهو هذا هو مسار الأزمة. ولكن ملف الحدود هو ملف يظل قضية عالقة ما بين السودانيين، بالرغم من اعتراف إثيوبيا في مراحل تاريخية سابقة بحق السودان في هذه الأراضي، وتبقى فقط هو وضع العلامات. تظل هذه المشكلة الحدودية مشكلة تؤرق الجانب السوداني إلى حد كبير، لأن قضية الحدود هي قضايا من قضايا الأمن القومي، ولكن فيما يخص بسد النهضة تظل موقف السودان هو موقف جزئي من هذا السد، لأن الشراكة في الهم ما بين مصر والسودان باعتبار أن هو الاتفاق أي اتفاق قادم سيكون الجانب الإثيوبي في جانب والجانب المصري السوداني في جانب آخر، لأنهم يمثلون المصب بالنسبة لنهر النيل الأزرق. نعم، كان هناك أيضا اجتماع ثلاثي ما بين الدول الثلاثة في الإمارات للوصول إلى حل يرضي الأطراف، لكن ربما لم يكن هناك مزيد من التفاهمات والتوافق في هذا الاجتماع، وساطات أيضا خارجية من خارج الدول الثلاثة لإنهاء هذه الأزمة. يعني ما جرى في اجتماع الإمارات ما بين الأطراف الثلاثة، هل تعتقد أنه يعني لم يقدم شيء في هذا الملف؟ نعم، للأسف الشديد ظل الجانب الإثيوبي يتعمد دائما إثارة المشاكل في هذا الملف، ولا يريد بأي حال من الأحوال التوصل إلى اتفاق، لأن أي اتفاق سيصبح ملزما للجانب الإثيوبي في التعاطي ومع مستقبل السد. لذلك حتى تتضح الرؤية بإكمال السد وتكتمل الامتيازات التي حصلوا عليها بوضع اليد، حينها فقط فيبحث الجانب الإثيوبي عن حل حقيقي لأزمة. ولكن الآن طالما أن أي اتفاق في ظل هذه المراحل سيؤثر على مراحل من السد وإكماله، سيجعل من الصعوبة بمكان لإثيوبيا أن تقبل بهذا الحل. لذلك أعتقد أن الجانب الإثيوبي يعمل على الدوام
في شراء الوقت محاولة لإكمال السد. نعم، إذن مشاهدينا الأعزاء أيضا كان هذا محورنا حول ملف سد النهضة والتصريح السوداني بعد اجتماع اللجنة العليا لمتابعة ملف سد النهضة حول ضرورة التوصل إلى صيغة مشتركة ما بين الأطراف الثلاثة لملف سد النهضة، محورنا الثالث والأخير لهذه الحلقة حول 30 يونيو ما بين الاستعدادات الرسمية لهذا اليوم والتصعيد الشارع السوداني والاحتجاجات التي طال عملها منذ 25 من أكتوبر مطالبة بعودة الحياة الانتقالية في السودان والانتقال نحو المدنية الكاملة في السودان. 30 يونيو ظل تاريخ لدى السودانيين يحمل العديد من البشريات السارة والغير سارة. 30 يونيو 1989 كان موعد بداية عهد النظام المؤتمر الوطني أو الجبهة الإسلامية أو الإخوان المسلمين الذي ظل 30 عاما في الحكم ما بين عثرات عديدة جدا في الحياة السياسية السودانية عاشتها السودان طيلة هذه الحقبة إلى أن أتت ثورة ديسمبر المجيدة التي طهرت السودان من هذا الحكم الذي جثم على صدور السودانيين 30 عاما. 30 يونيو 2019 أيضا كان علامة فارقة للسودانيين حيث كان أشبه بإعادة ترمومتر الحياة المدنية في السودان بعد حادثة فضل الاعتصام حينما قال الشعب السوداني كلمته بأنه لا عودة مرة أخرى سوى للحياة المدنية في السودان. وتمخض عن 30 يونيو 2019 الوثيقة الدستورية أو الشراكة التي تمت ما بين المكون المدني والمكون العسكري وبموجبها كانت الفترة الانتقالية التي ترأسها رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك. 30 يونيو 2022 أيضا علامة فارقة بالتأكيد سوف تكون في تاريخ أو في تاريخ السودان الحديث باعتبار أن هناك الآن تجهيزات عديدة تجري في السودان في العاصمة في جميع الولايات للخروج إلى الشوارع مطالبين بحياة مدنية في السودان. ترتيبات عديدة تجري لهذا اليوم التاريخي من الجانب الرسمي، هناك استعدادات كبيرة لحفظ الأمن، هناك بيان من الشرطة السودانية أكدت فيه أنها تعمل على قدم وساق من أجل تحقيق الأمن في هذا اليوم ولا يكون هناك خسائر في الأرواح وخسائر بشرية أو جرحى، وأن يكون هذا اليوم يعبر فيه السودانيين عن رغبتهم في الحياة المدنية. الشارع السوداني، لجان مقاومة، أحزاب سياسية، منظمات مجتمع مدني، جهود كبيرة تبذل للترتيب لهذا اليوم باعتباره يوم مفصلي يقول فيه الشارع كلمته في نفس التوقيت. هناك مباحثات وهناك كلام كثير يجري حول الحوارات الثنائية والمشتركة والحوار السوداني السوداني برعاية الآلية الثلاثية، لكن الشارع السوداني صعد من إجراءاته من أجل هذا اليوم الذي سيشهد ربما تغير كثير في الحياة السياسية السودانية. أستاذ محمد عمر، بداية 30 يونيو 2022 مرحلة جديدة في هذا التاريخ تحديدا سيعيشها الشعب السوداني في الأيام القليلة القادمة بعد يومين تحديدا، قراءتك ل 30 يونيو؟ دعنا نتحدث بداية عن تجهيز الشارع السوداني لهذا اليوم. أعتقد أن بداية أن الأحزاب السياسية السودانية ولجان المقاومة وقوة الثورة الحية التي ما فتحت كل يوم تواصل في مقاومة الردة ومقاومة الانقلاب انقلاب 25 اكتوبر، ما فتحوا يمارسون كافة الأنشطة التي تقود إلى إكمال مراحل الثورة وكذلك العمل على تقديم أنموذج في المحافظة على مقتطفات الثورة، كذلك وفي إكمال العمل الذي بدأ في أبريل في العام 2019 وما زال يعني جذوة الثورة متخذة. هذه الجهود يجب أن تسفر عن حل سياسي كامل للأزمة السودانية منذ الاستقلال، ولكن غدر هذا الجيل الموجود الآن في الشوارع هو قدره أن يمارس
أن يكون هو الجيل الأخير الذي يكافح ويناضل من أجل هذه الحياة المدنية التي يسعى إليها. نعم صحيح. ما يمكن أن يقال لهذا الجيل أن هذا الجيل أثبت مدى كل من كان يراهن على أن 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 هذا الحراك ستحور قواه بفعل الوقت والزمن، ولكن أثبت هذا الجيل من الشباب القدرة والصبر والحكمة في التعاطي مع الشأن العام وفي شأن الوطن، وهذه الحكمة ستتجلى إن شاء الله في يوم 30 أكتوبر في 30 يونيو. عفوا أستاذ محمد عمر، نعم هي 30 يونيو. طيب ماذا عن كان هناك حديث كثير من الجانب الرسمي أن هناك سيكون ترتيبات، سيكون حفظ للأمن، سيكون نعلم أن السودان الآن رفعت حالة الطوارئ السلطات في السودان، أفرجت على المعتقلين إجراءات عديدة، هناك حوار يجري. يعني الجهات الرسمية أكدت مرارا أنها ستقوم بحفظ الأمن في هذا اليوم تحديدا، وهناك عدم ثقة أصبح ما بين المواطن والسلطات الأمنية نتيجة للخسائر العديدة في الأرواح والشهداء الذين نسأل الله لهم الرحمة والمغفرة. نعم صحيح أن التعامل العنيف مع المتظاهرين السلميين يجعل هذه القوات قوات مجرمة، ولكن التضحيات التي قدمت حتى الآن ليست تضحيات قليلة بحي حال من الأحوال، ولكن أعتقد أن يأتي يوم ويركن فيه الممسكون بزناد البندقية إلى أن هذا الحراك لا يستهدف أحد، وإنما هذا الحراك هو من أجل مستقبل أفضل للجميع بما فيه هؤلاء الذين يحملون البندقية من أجل القتل. هذه الحقيقة إذا ما ترسخت لدى كل السودان يمكنها أن تصبر إلى حل يقود إلى مدنية الدولة وإلى سلام شامل لكل الأطراف التي تحمل السلاح، وكذلك يؤدي إلى طمأنينة الأمهات بالبيوت، الأمهات التي ما زلنا يعانين من فقدان الأحبة من أبناء ومن إخوة. أتمنى وإذا كان للأمنيات جانب في هذه السالحة، أتمنى أن لا تتوحش القوات الأمنية في والتوسع في إزهاق الأرواح وإراقة الدماء. نعم أستاذ محمد، يعني يأتي هذا اليوم ويعني هناك يعني المشهد السياسي هناك تحرك، كان هناك احتقان، كان هناك أزمة في المشهد السياسي، هناك انفراج قليل عبر العمل الكبير الذي قامت به الآليات الثلاثية من لقاء بالأطراف المتنازعة في السودان والإعداد إلى حوار سوداني سوداني، أتى بعد ذلك لقاء الوساطة الأمريكية السعودية، لقاء ما بين المجلس المركزي للحرية والتغيير والمكون العسكري. في ظل هذا الحراك تأتي مليونية 30 يونيو والحشد لها، ولكن أيضا في جانب آخر في تطورات أخرى نجد أن القوى السياسية نفسها هي ليست على قلب رجل واحد كما كانت في السابق في 30 يونيو مثلا 2019، في 11 أبريل، في بداية يناير عند تكوين الحرية والتغيير، عند سقوط نظام المخلوع. الآن الوضع مختلف، مما عزى للكثيرين من المحللين أن بعدم نجاح هذا اليوم نظرا لعدم وحدة القوى السياسية. لو سمحت لي، مثلا حزب الأمة القومي التقى بالحرية والتغيير الميثاق الوطني وأحدث هذا اللقاء ضجة. حزب البحث العربي الاشتراكي أكد في بيان له بالأمس أنه لن يشارك في اجتماع الوساطة مرة أخرى. كل هذه مؤشرات، وأيضا هناك نعلم جيدا مسبقا موقف الحزب الشيوعي الذي رفض هذا الحوار بتاتا بشكله الحالي، وله رؤية في ذلك، أيضا أحد أفرع تجمع المهنيين له موقف في هذا الجانب، وبعض لجان المقاومة أيضا. إذا هناك انقسام في الشارع السياسي السوداني، هذا مما سوف يؤثر سلبا على هذا اليوم. هل توافقني الرأي في هذا الأمر أستاذ محمد؟ هذه الانقسامات هي نتيجة لعدم التقدير الجيد للموقف من هذه الجهود التي تقوم بها الآلية الثلاثية أو يقوم بها كذلك الفاعلين في الساحة السياسية السودانية، لأنك بأي حال من الأحوال لا بد لك من التوافق مع كامل القوى السياسية، وليس التحالف أو الاندماج، ولكن هو توافق حول ماذا؟ توافق حول مجمل مسيرة الانتقال السياسي، لأن الانتقال السياسي إذا كان
الحزب يؤمن بالمبادئ التي يؤمن بها حزب آخر، فلماذا هم حزبان سياسيان؟ لماذا لا يكونوا حزب واحد؟ هذه طريقة في التعاطي مع الأزمة السياسية السودانية من قبل بعض الأحزاب السياسية هي مدمرة للواقع السياسي أولا، ومدمرة لأي اتفاق أو مستقبل سياسي للعملية السياسية، لأن التوافق لا يتم إلا 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 مع مختلفين. الآن القوى الحرية والتغيير نفسها انشقت منها الجبهة الثورية، والجبهة الثورية نفسها كانت قد انشقت إلى اثنين، وأصبح المشهد السياسي بعد الثورة مشهد معقد جدا. وكنت أتمنى إلى حد كبير أن تكون القوى السياسية التي ترفض مثل اللقاءات مع بين السودانيين مثل هذه القوة أن تعود إلى رشدها إذا مرة في التاريخ، لأن هذه الفرصة الموجودة الآن أمام السودانيين لا يمكن، قد لا تأتي يعني غدا، قد لا تتوفر هذه الفرصة للجلوس ما بين القوى المدنية للوصول إلى توافق حول مسار الانتقال الديمقراطي في السودان. هذا المسار الانتقالي هو مسار معقد، لأن تدخل القوى العسكرية الآن بعد انقلاب 25 أكتوبر جعلت من اتفاقية سلام جوبا التي بموجبها يتواجد بعض قوات هذه الحركات في الجهاز التنفيذي، جعلت من هذا الاتفاق لكأنه حاضنة جديدة للعسكريين، ولكن ليست هذه هي الطريقة الصحيحة لحل الإشكال السوداني. الإشكال السوداني لا يحل إلا بجلوس الجميع من غير إبعاد ومن غير احتكار بالحل السياسي، لأن قضية مثل قضية الانتخابات وقانونها لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تفرض على الأقلية من قبل أكثرية، دعك من أن تفرض من أقلية على أكثرية. قضية مثل قضية الدستور مثلا ولجانه وكيفية التوافق حول هذا الدستور، المراحل الدستور تفرضه لا يتم إكماله بواسطة لجنة دستورية أو جمعية دستورية منتخبة أو غيره من طرق إعداد الدستور. مثل هذه الطريقة في الإفراد بالقرار الوطني تجعل كل العملية التي تنتج من هذا الاستفراد هي محل شك، وهذا ما ظل طوال التاريخ السياسي ما بعد الاستقلال، هو الديدن للعملية السياسية. يعني في أكتوبر النظام الديمقراطي النظام العسكري الأول فرض الأحكام العرفية كذلك والديكتاتورية على الجميع، وعندما جاءت مايو 69 كذلك فرضت على السودانيين أجمعين نظاما قمعيا وهمش بقية القوة، وكذلك عندما عاد الانقلاب الثالث والأخير إن شاء الله كذلك فرض الشمولية على السودانيين وأبعدهم عن اتخاذ أي قرار بخصوص. لكن هذه المرة كان الوضع مختلف، يمكن وكان هناك يعني يمكن يعني عدم رضا من الشعب السوداني حول هذه التجربة للمرة الثالثة. أستاذ محمد عمر بعجالة، يمكن الوقت بضايقنا، لكن نتيجة لهذه المعطيات الكثيرة ونتيجة لهذا الترقب لهذا اليوم المشهود في الحياة السياسية السودانية، توقعاتك هل يمكن من 30 يونيو أن تكون يعني يمكن خطوة إلى الأمام نحو الانتقال السياسي المدني في السودان، أو ربما يكون هناك تأجيل مرحلة أخرى لمواصلة الخطوات الأخرى غير التصعيد في الشارع نحو عودة الحياة المدنية؟ أتمنى إذا كان من التمنيات، توقعاتي أن 30 يونيو القادم سيكون هو يعني إظهار القوة مثل ما موجود في الأثر رحم الله امرئ منهم أراهم من نفسه قوة. الآن الشارع السياسي يريد أن يفرض كلمته، كلمة هي كلمته التي سيفرضها هذا الشارع. أتوقع طالما أن القوى السياسية السودانية هي التي تتبنى آراء الشارع أن يدفع هذا اليوم إلى تسريع الحل السياسي السوداني، ولكن ليس تسريع الحل السياسي الذي لا يؤدي إلى إرجاع العجلة إلى الوراء مثلا وإسقاط
إسقاط الموجودين الآن على قمة الهرم، ولكن بالتوصل إلى حوار حقيقي ووضع عكاف القضايا السياسية المستقبلية للسودان على الطاولة، والوصول إليها عبر الحوار السياسي وليس عبر حوار البندقية. نعم أستاذ محمد، تحدثت يمكن إضافة بسيطة أيضا أن هناك يعني الشارع السوداني، القوى السياسية تلبي تطلعات الشارع السوداني، لكن كان هناك يعني بعض الخلافات أخيرا بعد جلوس المكون المدني مع العسكري، وحصل هناك انقسام في الشارع تجاه القوى السياسية. الآن هناك حديث كبير أن 30 يونيو هي للشارع، للتصعيد للجان المقاومة، للحركات الشبابية، هي تتحدث هذه القوى الشبابية عن أنها تسبق الأحداث تسبق الأحزاب السياسية في الخطى نحو المطالبة بالمدنية الكاملة، وربما هي تتحدث أنها تريد أن تسير وحيدا في هذا الاتجاه. لا أعتقد أن هذه الأجسام التي ذكرتها لديها القدرة على إدارة المشهد السوداني المعقد، لأن إذا كانت الأحزاب السياسية التي نشأت في الفترة من العام 45 إلى العام 47 من القرن الفائت لم تستطيع تجاوز هذه الأزمة، هل سيتجاوزها هذه الحركات التي ليست لديها القدرة على التعاطي مع الأمر السياسي العام؟ أعتقد أن إذا كان من عقلاء في مثل هذه يمثلون هذه النظر أن يضغطوا عليها في محاولة للحوار مع القوى السياسية أولا، ومن ثم الحوار مع كافة الفاعلين من المشهد السياسي السوداني بما فيهم من كيانات أهلية أو كيانات قبلية أو قوى أو إدارات أهلية أو غيرهم، من أجل الوصول والعبور بمستقبل السودان إلى أفضل من هذا الوضع الموجود الآن. نعم أستاذ محمد عمر، شكرا لك. يمكن كان عندنا العديد من التساؤلات في هذه الأحداث السياسية الساخنة، لكن بإذن الله نلتقي في يوم آخر، وشكرا لك على مداخلتك. شكرا جزيلا أستاذ عاصم. إذن مشاهدينا الأعزاء، نكون وصلنا إلى خواتيم حلقتنا لهذه الليلة، تحدثنا حول تداعيات مقتل الجنود السودانيين في الحدود السودانية الأثيوبية، كذلك دعوة السودان إلى ضرورة التوصل إلى صيغ تفاهمية مشتركة بين الدول الثلاثة حول سد النهضة، كذلك 30 يونيو هذا التاريخ الذي أصبح ملهما في الحياة السياسية السودانية، والدعوة للمليونية في هذا التاريخ ما بين الاستعدادات الرسمية وتصعيد الشارع السوداني. نلتقيكم بإذن الله في حلقة قادمة من برنامجكم مع الحدث. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.